أربعة شلع شريف. حبايب قلبنا ستات كبار السن، يعني شباب القلب، ولبسهم والستايل الخاص بيهم وشكلهم ايه، ده اللي هنتكلم عليه النهارده. بس قبل ما اروح لاستاذه ندى، عايز اقول لاي ست من كبار السن بتشوفنا دلوقتي، البسي ملون، البسي حاجات عليها ورد، اعملي ميك اب خفيف، البسي اكسسوارز وتبسطي بسنك. ما فيش حاجه اسمها لا 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 ده كان زمان، لا 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 احط روج، لا لا البس حاجه عليها ورد، لا ما فيش حاجه اسمها لا. هو الشباب هنا جوه، مش في الجسم ولا في الشكل، هو جوه هنا في القلب. فخليكي محتفظه بشباب قلبك. حلوه قوي، اصل دي الحقيقه، دي الحقيقه. وساعات بيبقوا عايزين يسمعوا الكلمتين دول يا شريف علشان نشجعهم ان هم فعلا ما ينسوش نفسهم، هم الامهات والطنطات والجدات. النهارده هنشوف صور اغلبيتهم جدات، بتحس انه خلاص دورها خلص، فبتبتدي شويه بشويه يا بتلبس اسود يا بتلبس حاجات غوامق قوي، خلاص بطلت تحط ميك اب، ما بتلبس اكسسوار خالص، بتبتدي تنسى نفسها علشان هي كانت ست ادت كل وقتها لولادها ولاحفادها، فبتبتدي تنسى نفسها. احنا مش عايزينها تنسى نفسها. في حاجه اسمها لا دي متصابيه او عايشه شباب، في حاجه اسمها كده؟ في بس قليلين، ودي حاجه مش وحشه. لحد فين؟ لحد فين طبعا، لحد فين بنقف لحد فين؟ ما هو ما يصحش برضو ان ست تكون وكوره كده ولابسه كرانيش او عامله مثلا بتروح، ودي حاجه بشوفها للاسف، انه تروح تعمل مانيكير تحط كل واحد لون. خلاص ده للكبار والصغيرين، مش حاجه لا صراحة. هو اكيد انا ضدها جدا، بس كمان للكبار ما بشوفوش ان شكل حلو وديسنت. اوكي، فكره انها تلبس الوان بس برضو تحافظ على الرقي بتاعها. طيب انت مثلا بتشوفي الست وهي، انت هتكلمي على سن كام، فوق الستين ولا فوق السبعين؟ هتكلم ستينات وسبعينات وسبعينات وثمانينات، يعني طالعين فوق الستين. فوق الستين، عايزه نبتدي باول صوره ولا عايزه تتكلمي شويه؟ لا عايزه ابتدي باول صوره، عندي حاجات كتير. قبل ما نحط اول صوره، اي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري، فيسبوك والانستجرام بينزلوا خلال الفقره، تواصلوا معاها. ندى كمان بتعمل كورسات ستايلنج هايله، يعني انتوا شوفوا هنا طبعا هي بتقول كل الحاجات عندنا في البرنامج، بس في الكورسات بتبقى الموضوع متخصص اكتر، فممكن تتواصلوا معاها من خلال الفيسبوك والانستجرام. نبتدي اول صوره ونشوف سكيننا هتقول لكم ايه. الاسم ده هيبقى عندي. يلا نبتدي اول صوره. من الحاجات نتكلم على حاجات برضو ان هي تبقى مريحه بالنسبه للست وتقدر تنزل بيها كتير وتقدر تستخدمها بكذا شكل، اللي هم ايه؟ اللي هم الاطقم. ما تخافش من الاطقم، لانه الطقم بيبقى عباره عن التوب والبنطلون مع بعض نفس اللون. طب هنتكلم ان انا ازاي اختارهم؟ مظبوط، بس بيبقى قميص، انا هنا بتكلم على القميص مع البنطلون بتاعه. ازاي اختارهم؟ اختار خامه تكون قطنيه، اختار لو في حاجه زي الكريشه، علشان كتير قوي الست بتقول لي لا ما انا هقعد بيها كتير فهتتكرمش. في خامات قطن بس معالجه ان هي شكلها مكرمشه كده شويه، فبتساعدنا ان هي اقدر اقعد بيها طول اليوم. طيب اشوف لو عندي، لو انا وانا بشتري القمصان اللي هي بتبقى قصيره شويه من قدام واطول من ورا، كده انا غطيت منطقه الهانش والجناب، بتبقى اقصر شويه من عند منطقه البطن، ما طولهاش قوي علشان كل ما بنتقدم في السن بيبقى عندنا مشكله في منطقه البطن، فعايزين نبقى بنعالجها. بنبعد تماما عن البنطلونات الضيقه. اوكي، يبقى انا هنا ما بستعملش خالص، ببعد عن الليكرا واختار قماشه مهدله، قماشه خفيفه. منساش دايما الاكسسوار بتاعي، هنا شايفين القطهم سادة خالص، بس هم استخدموا الاكسسوار سواء النضارة سواء العقد الطويل سواء الجزمة بتاعتي، ما اتجهش دايما انه الجزمة بتاعتي تبقى سودة.
انا مش عايزه البسها حمراء او فوشيا، بس ممكن قوي البسها فضي او ذهبي، بتبقى مديه لمعه لطيفه، وببعد منها عن الاسود. اوكي، شوف الصوره اللي بعد كده. اوكي، هنا القطم البنطلون هنا وسع اكتر، فمدي احساس سنه الجيب، فهي كده اكنها لابسه جيب، بس هو بنطلون مريح بالنسبه لها، واسع فضفاض. لو انا مسافره في المصيف، ودلوقتي كمان الدنيا حر وعايزين حاجه تكون فضفاضه، انا قصدت ان انا اجيب الاثنين. الوان مش صارخه، بس الوان فاتحه. هنا لابسين الابيض فابيض، ونرجع تاني نقول انه الابيض ما بيتخنش طول ما انا مستخدمه الخامه مظبوطه، مراعيه خياطه الكتف بتاعتي تبقى مظبوطه، الطول بتاع التوب مظبوط، ولو في دوران يبقى برضو احسن. وهنا ما دخلش ابدا اللون الاسود معايا، اتجه للباج او للكامل كشنطه او جزمه او فضي وذهبي، ودايما ما انساش الاكسسوار. اوكي. هنا عايزه اتكلم على منطقه البطن. دايما بقول لما بنتقدم في السن، او لو انا مليانه شويه، بيبقى عندي منطقه البطن بتكبر شويه. اراعي قوي التوب وانا بشتري انه ما يبقاش خط مستقيم، عشان ما يدينيش تربيع عند منطقه البطن، فده يتخني زياده. طيب لو انا اشتريت توب ولقيت ان هو حلو بس خط مستقيم، اعمل ايه؟ فاكرين لما قلنا دايما يبقى فيه في حياتنا خياطه، خياطه بنستعين بيها في الحاجات الصغيره دي. انا جبت التوب خامته حلوه ولونه حلو، بس هو للاسف خط مستقيم وعامل جسمي شكل مربع، يبقى انا هاخد التوب واروح انا للخياطه اديها الفكره، واقول لها ان هي تقصه لي شويه بطريقه بالورب، فهيعمل زي البلوزه اللي احنا شايفينها، عشان ما نقعدش ندور ونقول احنا ما لقيناش. مفيش مشكله، جيبيها دغري، واحنا لو هنعملها بورب. لو قصير هتعمل ايه؟ هتزود له حاجه؟ ممكن شيفون او كده؟ ممكن تزود له شيفون، ممكن هنستخدم، هيبقى بكتير قوي ممكن تستخدم نص متر شيفون يا شريف، وهتزودها زي ما انت بتقول انه هتحط، او تحط ركامه. اوكي، او تحط حاجه. ممكن تحطها بتتشال وتتحط على فكره، ممكن بكباسين. بكباسين وتشيلها وتغيرها، فتبقى التوب ده بتلون فيه، وبتستخدمه باكتر من طريقه. شايفين بنقول لكم افكار حلوه ازاي؟ الخياطه حد مهم جدا، فاحنا بناخد افكار عشان احنا نروح نقول هنعمل ايه. اوكي، ده طقم شويه ابريميدي او لحاجه بعد الظهر. مبدئيا دايما الثلاث قطع احسن من قطعتين. الثلاث قطع عنده ميزه انه انا عندي، لو عندي منطقه الصدر او الكتاف عريضه، فده بيساعدني ان انا بكنز شويه، بيغطي نص منطقة الصدر، وبيغطي منطقة البطن من الجناب، فببان ان انا ارفع وببقى مخبية منطقة البطن من تحت. طيب لما نيجي نقول ثلاث قطع، يعني عندي توب جيب او بنطلون، وعندي الجاكيت اللي فوق. ما روحش ابدا للتوب، حتى لو انا مغطيه بالجاكيت اللي فوق، ما روحش برضو للتوب الليكرا. هنا هستعمل التوب حتى لو قطن، بس ما يبقاش في اي نوع من انواع الليكرا، واقول انا لابسه جاكيت عليه. خلي بالك ان الجاكيت مفتوح من المنطقه اللي في النص، فهتبقي مع الحركه بتبان لو هيمسك على البطن، او لما باجي اقعد بتبان البطن شويه اكبر، فما بيبقاش الشكل حلو. فخلينا دايما تفكيرنا انه حتى لما نقول توب، ما اقولش هجيب التوب ليكرا، نبعد دايماً عن الليكرا، يبعدوا عن الليكرا، يعني حاولوا ما تشتروش اي حاجه ليكرا خالص. يعني يا ريت مع الجو بتاعنا بتحرر وبتعرق، حتى لو هي بتعمل التهابات، حتى لو هي قطن، هنا بنستعملها في الشتاء، وبتبقى مش باينه اصلا، بتبقى مش باينه، مش هي دي الهدوم الاساسيه بتاعتي. اوكي؟ اوكي. طيب هنا فكره برضو الجاكيت، او فكره الثلاث قطع، فعندنا كارديجان هنا. عايزه اقول حاجه على المقلم، عشان ساعات كتير زي ما بتقول يا شريف انه الستات ما بتحبش تلبس ورد. احنا شايفين اللي على اليمين الكارديجان كله ملون بورد، التوب ازرق فاتح، بنطلون ابيض، عامل ماتشنج حلو والوانه صيفيه جدا. طب لما نشوف الطقم اللي على الشمال، هنقول ليه ما نخافش، امتى ما نخافش من المقلم. ما دام القطعه بتاعتي قطعه مفتوحه، اوكي، ما اخافش منه. ليه؟ لانه القلم ما ممشيش معايا من الكتف
للكتف مش مكمل. مظبوط، فالخط مش مكمل، الخط اتقطع بالتوب اللي في النص. كمان وقت ما احط كوليه طويل شويه بيديني سحبه لجسمي، فهنا ما اقلقش خالص من التقليمه. بس يفضل انه دايما المقلم ما تكونش التقليمه عريضه قوي وتكون الالوان صارخه قوي مع بعض، يعني ما يكونش عندي مقلم احمر كبير واسود، فده بيدي شويه عرض. بس لما يكون الالوان متقاربه ما بيعملش كده. الفيست، الفيست من القطع المهمه جدا، الجيلي من القطع المهمه جدا تبقى موجوده، بنستخدمها كانها القطعه الثالثه بتاعتي. قلنا ان احنا بنخبي نص منطقه الصدر، بنخبي نص منطقه البطن، وبنخبي الجناب ونص الارداف، فده بيديني. وفي نفس الوقت الهدوم اللي انا لابساها الطقم بتاعي كمان بيبقى باين. ازاي نختار الفيست بتاعنا او ايه الطول المناسب لينا؟ سهله قوي. كل ما انا طولي قصير شويه، جسمي قصير شويه، يبقى لازم الفيست بتاعي يكون قصير. لما اطول هنا اقدر البس فيست طويل، لانه احنا اتفقنا كل ما نبان رفيعين كل ما نبان طوال، كل ما ده رجلينا هي اللي بتبان ان هي طويله. فما لبست فيست طويل وانا قصيره، لما اكون قصيره اختار الفيست اللي حجمه متوسط ويكون قصير. هنا ممكن استخدمه يكون هو النقشه بتاعتي، زي ما شفنا انه كان في الفيست التايجر، واكون لابسه ساده خالص، عملت شكل حلو للطقم بتاعي، مجرد قطعه صغير. طيب هستأذنك نشوف فاصل ونرجع نكمل. يلا فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا لو سمحت. رجعنا لكم مرة تانية، بنتكلم عن الملابس الخاصة بالسيدات كبار السن، واللي أنا وندى بنشجعهم إن هم يلبسوا ملابس ملونة عليها ورد، عليها نقوشات حلوة، والشباب شباب القلب زي ما بنقول، طول ما احنا محتفظين بالرقي. صح يا سكينة؟ مظبوط. أي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري خلال الفقرة هتلاقوا الفيسبوك والإنستجرام الخاص بيها موجودة على الشاشة. قبل الفاصل شفنا 6 صور تقريبا فيها مجموعة مختلفة، وزي ما انت قلتي وانا قلت في الاول، محافظين ان السيدة تبقى لابسة ملون فضفاض، تبعد عنها الحاجات الليكرا علشان يبقى شكلها فريش وحلو. مظبوط، وتبقى مستريحة في الطقم بتاعها، ما تحس انها متضايقة فتكمل تلبس كده. يلا نشوف الصورة رقم 7. الصورة اللي بعد كده اتفضلوا. اوكي اوكي، الصورة دي معلش عايزة هقف عندها شوية عشان عايزة الستات تركز معايا قوي في الصورة دي. بننزل نشتري قطعة بتكون طويلة، وأقول كويس هي مغطية البطن، مغطية الجناب، مغطية الأرداف، هتغطي منطقة الفخذ، وهيبان عندي بس رجلي من تحت من بعد الركبة، فأنا هبان رفيع. الجملة دي بسمعها كتير قوي، تعالوا نشوفها دلوقتي قدامنا. اللي حصل إنه إيه اللي بان؟ بان ان هي اتخن، بقيت انا شايفه كل، انا بتكلم على الاحمر في اسود، بقيت انا شايفه انه في كتله مربعه، فبقيت شايفه انه البطن اكبر، بقيت شايفه انه في جناب عريضه اكتر، لانه الفستان او التوب التونيك اللي هو التوب الطويل مشي مع كل الجسم وهو القطعه مقفوله، فبالعكس بينت انه الجسم ممتلئ اكتر. كمان الرجلين بانت قصيرة جدا، فاداني احساس انه السيدة قصيرة. طيب نشوف الصورة اللي على الشمال، رغم انه التوب توب مقلم، واحنا قلنا انه المقلم بالعرض وهنا التوب مقفول يا شريف، ليه مش مدخنها قوي؟ علشان القلم بتاع المقلم النقشة بالظبط، القلم رفيع، فهنا هو مش ماليها قوي لانه القلم رفيع. طيب التوب وصل عند حته في نص البطن، وبعدين انا عشان ارفع الرجلين البس بنطلون واسع، مش ان انا البس بنطلون ضيق والبس عليه حاجه طويله. شايفين هي نفس السيده في الصورتين، هنشوفها في اللي على اليمين شكلها املى وشكلها اقصر،
بل بالعكس في الصورة اللي على الشمال علشان شايفين طول الرجلين بتاعتها، لبس البنطلون أوسع، وهنا ملوش علاقة إنه لونه أسود لأنه حتى اللي تحت الأحمر برضو لونه أسود، فهنا الأسود ما رفعهاش. طيب هنا نفس الفكرة، إنه التونيك الطويل وبعدين تحتيه البنطلون الليكرا، لأنه برضو بنقول إيه، أنا هلبس طويل وهلبس ليكرا من تحت فده هيرفعني. طيب هنا شايفين الصورة اللي على الشمال، التوب الأزرق توب فضفاض بس وقف عند بعد منطقة البطن على طول، ولابسة بنطلون أبيض، والناس بتقول إنه الأبيض بيتخن. طب هنا إحنا لما نيجي نقارن، وهي نفس السيدة، هي برضو باينة اللي على اليمين إن هي أقصر وإن هي أملى كتير، رغم إنه البنطلون الأبيض باين إن هو مرفعها، لأنه مجرد إن هي لبست حاجة أقصر وسابت الرجلين تبان. أوكي. فدايما نخلي بالنا من الكونتراست بتاع جسمنا، ودايما يبقى في تناسق ما بين جسمي اللي فوق وجسمي اللي تحت. واحنا اتفقنا انه جسم السيده المفروض يكون تلت من فوق وتلتين من تحت، يعني لازم اعتمد على البنطلون بتاعي كويس. الفساتين، ما انا مش هفوت من غير فساتين، اكيد اهم حاجه أكيد. الفساتين طبعا. الفساتين ازاي انا كست كبيره اختار الفساتين بتاعتي، واقول انا عايز البس فساتين بس ما بعرفش البسهم وبخاف البسهم؟ طيب اول حاجه ما تقلقيش منها، او اول فستان تقدمي ان انت تلبسيه هي النقشه الصغيره خالص. هنا شايفين سواء الفاتح او الغامق، وهو الفاتح اللي على الشمال هو فستان ابيض وفي ورد صغير بالاسود، بس عشان الورد صغير انا من بعيد ممكن اشوفه جاي على جراي شويه، مش هيبقى الابيض ناصع. طيب والفستان اللي على اليمين اللي هو الاسود، بس هي اعتمدت على ان هي لبست الجزمه ملونه معاه. ليه بقول النقشه الصغير؟ هبتدي افصص الفستان ده. احنا مش شايفين تفاصيل السيده من تحت، مش شايفين اي عيوب. الخامه بتكون خامه فضفاضه، ما نقيش ابدا شيفان او حاجه اورجانزا او حاجه تكون شفافه فتخليني البس طبقه تانية من تحت، فده هيضايقني، حاسه ان انا مش مستريحه. فاجيب دايما الفستان ما يبقاش الخامه شفافه، ممكن اجيب الخامه اللي هي الفيسكوز، بتبقى قماشه ما بتشفش خالص، بتبقى قطنيه وبتبقى قماشه ساقعه ومش سهله الكرمشه. اوكي، ما انساش دايما الاكسسوار بتاعي. وهنا لما امسك شنط ما اتجهش للشنطه السوداء، ما اروحش على طول للشنطه، يبعدوا عن الاسود، يبعدوا عن الاسود. مظبوط. الصوره اللي بعدها. طيب هنا انا ممكن يكون عندي عايزه اغطي مثلا منطقه الدراعات، او انا كتاف عريضه شويه فعايزه استعين بالقطعه، وهنا هسميها القطعه الثالثه مش الثانيه، لانه احنا بنقول دايما الفستان عباره عن قطعتين، التوب والجوب. فهنا ممكن يبقى عندي كاردجن خفيف قطن ناعم خالص، ويبقى هو ده اللون اللي انا بلبسه. اوكي، فهنا الفستان مشجر وعندي القطعه بتاعتي اللي هي الساده، القطعه الثالثه اللي اتلبست عليها، وهنا شايفين انه الشنط برضو ما بتبقاش سودا. اوكي، طيب هنا الفستان الساده خالص، فستان كتان ساده خالص، ازاي اعمل منه شكل حلو؟ انه القطعه الثالثه بتاعتي ازاي ادمج الالوان. هنا شايفين لما الفستان الاحمر حطيت الجاكيت الابيض عليه، استخدمت الجزمه بتاعتها لونها فضي، ما اقدرش هنا خالص يا شريف احط اسود، لان الاسود هيبقى لون قوي جدا ولون هيكتم الطقم بتاعي، وهفضل دايما بصة للجزمة بتاعتها. بالعكس لما أنا لبست الجزمة الفضي، أولا الفضي أو الذهبي ألوان قريبة من لون الجلد غير الأسود، فأنا بشوف إنه الرجل بقت أطول وده بيديني رفع أكتر. أو الفستان الأصفر ولبست الجاكيت الجينز وحطت الكوليه مع الصندال الباج. أوكي. فممكن يكون حاجة سامبل خالص، مفيش موديل كبير، بس ان انا اعرف ازود عليه قطعة تخلي شكله حلو.
نخلي بالنا قوي من الفستان لو في قطعة او داخل في تشجيرة مع السادة. هنا هنفكر زي المقلم، المقلم لما بيكون بالعرض وعريض لازم اعرف ان هو هيتخني. هنا الفستان اللي على اليمين في الرسمة المقلمة في منطقة الصدر، هنا معرض جدا لانه قطعت اللون جت بعد منطقة الصدر على طول، فهنا بقت عيني شايفة كويس قوي امتى الاحمر ابتدى في الفستان وامتى كان عندي المقلم، فبقى عندي عرض للصدر. بعكس نفس الفستان انه نفس اللون سوري ان هو برضو احمر، بس لما جه كامل احمر وعندي الاكسسوار بتاعي على الكتف ما بينش ان هي مليانة زي الصورة اللي على اليمين. طيب دي كمان طريقة تانية للقطعة. لو نبص على الصورة اللي على اليمين هنشوف انه ده فستان بنسميه كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ يعني اول ما هنشوف الفستان هنشوف القطعة السودة بس اللي هي واخدة نص الجسم، نص الجسم تاني من الجنب هنا ومن الجنب التاني هو مشجر. مديني وسع للفستان ومغطي كل حاجة، بس انا في الاخر شايفة انه جسمها كتلة. هو اللي في النص. اوكي طيب نبص على الصورة اللي على الشمال. هنا عندي القطعة جاية بالورب وجاية بطول الفستان كله وعندي شوية ورد، فدايما يفضل القطعة تكون بالطول. وهنا اقول لهم برضو واحنا بنلبس نظارات نلبسها ملونة، صح صح طبعا، مش هنلبسها سودة عشان كمان ما تغمقش وشنا. لو احنا مش حاطين مثلا ميك اب، النضارة بتدي ضي على وشنا، النضارة الملونة بتدي ضي الوان على وشنا، فما يخلينيش ان انا حاسة ان انا لازم اكون حاطة ميك اب او ما حسش ان وشي بهتان. اتكلمنا على كل حاجة تقريبا، وكل اللي انت قلتيه ده يمشي مع الصغيرين برضو طبعا، بس الكبار بيكونوا خايفين قوي يا شريفة، بنبقى عايزين نديهم شوية افكار ازاي ينقوا القطع اللي هم بيجيبوها او ازاي القطع اللي عندهم يقدروا يستخدموها بشكل مختلف. واحنا مش عايزينهم يبقوا خايفين ويتبسطوا بحياتهم. مظبوط. وبشكلهم وبجسمهم وهم زي القمر. شكرا ندى زنانيري، اهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده ونكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.